أخبار اليوم. والموظفين بتوعي مش هيقولوا الواحد فين خمسة وفين اتنين، ومش هقول له نمرة خمسة ده فين ولا نمرة اتنين ده فين، مش مشكلتي. انت جاي لغاية فجرة الانتخابات، عارف انت هتنتخب على واحد من البني ادمين اللي موجودين في البطاقة، ما بتعرفش تكتب، كلها ليها حلول، عاملين الرسومات وحاطين ارقام وحاطين اسامي وسايبين الوكلاء بره والمناديب جوه اللجان، وبرده حلو قوي رايحين رايح جاي، اصل ما بعرفش، اصل ما بتعرفش، هنيجي مستحملين من امبارح وبنتشتم انا مشتوم مرتين امبارح عادي، مش مهم خلاص، احنا اضطرنا ننزل من مراكزنا ونقعد هنا اهو وسط العيال واللي يجي يعمل واللي يحاول واللي يعديني، فخلاص خلاص، بس للدرجه دي لا ما تلزمنيش. عليك كابت ايه هي؟ انا هيلزمني ايه؟ بص هم انا عرضيك نص مليون جنيه، انا هيلزمني كام لحلوح اللي بقطعه من لك؟ انا جاي عشان لا اله الا الله. الله ينور عليك. احنا اسفين، 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 احنا بيسيح. قلت له بقى اللي هخش اللجنه يقول لي هعمل ايه؟ اخد ورقته. برضه هيتدخل في الصندوق ويتحسب خلاص يا باشا. ده مين؟ ايوه يا باشا. يا اما هاخد امها معلش يا باشا. هنمشي مين؟ ماشي يا باشا. وموظفيني مش هينطقوا ولا حرف. لا هيقولوا دي واحد ودي اتنين وكلامكم بره. تفهموا الناس تحفظوها تشربوها ميه ساقعه بقى للمرشحين دي مش مشكلتي. مفيش موظف من الموظفين هيتكلم وانا من الدنيا تقعد تتفرج تمشي. ده اخر يا عم، يا اما كده يا اخي، يا كده يا اخي، انا كده غلطان.